رمضان؟ عشان البوزة يعني حلوة بعد الفطور، بعد الفطور يعني خد شوية بوزة شوية حرق شوش، هي الفطور كده يعني لقمة كده على أي حاجة كده قبل الفطور يعني. حاجة بتهدم يعني؟ اه حاجة بتهدم يعني. في رمضان واحنا صغيرين حاجة أساسية بالنسبة لنا. لا هي تعود وعادة يعني، الموضوع حضرنا فهو كبير بالذات، خصوصا بوزة أولاد عابدين أشهر بوزة في المنطقة وأشهر صنايات بوزة بالبيس وابو كبير، اشهر حاجه حدام البوظه في رمضان، رمضان بالذات علشان يعني بيعتبروها نوع من اللي بتهدم بتريح المعده، فهي بتشير في رمضان على وجه العموم باستمرار. عادات وتقاليد عندنا هنا اصلا من يوم ما انولدنا واحنا كل شهر في رمضان بنشرب بوظه. ايه رايك في بوظه عابدين؟ 100 100 احلى بوظه، تاريخ تاريخ تاريخ، احسن بوظه في ابو كبير. البوظه اصلا هنا في شهر رمضان عابدين. تفطر ايه النهارده؟ هنفطر النهارده طعميه على فول ومخلل، وبعد كده نشرب بوظه وعرق سوق. هفطر بوظه. هفطر صينيه بطاطس وفراخ مشوي. فول وجبنه وجرجير وصينيه بطاطس في الفرن. ان شاء الله كبده وسجق وحاجات من دي. هفطر فول وطعميه.